السلام عليكم، اهلا وسهلا، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله، وتكونوا فرحانين وناشطين. كما كتشوفوا اليوم بديت معكم الفيديو من العشيه، دابا راه بدا كيطيح الليل، ها نتوما شوفوا الشرج مظلام كاين. المهم البنات، يلاه جيت من الخدمه والوليدات جاتو من المدرسه، كان ديك الساعات باقي الحال، يعني دابا يلاه بدا كيطيح الظلام. المهم البنات، كيف ما شفتوا انا غادي نوجد دابا واحد شويه ديال المخامر اللي كنت درت معاكم في الفيديو اللي فات. المهم قالت لي واحد الاخت، اختي شاركيه معنا، غادي ندير معاكم هذه العجينه هذه اللي هي صحيه غير بالدقيق الكامل، نخاله رائع رائع البنات. ورانا فايته مشاركه معكم منين كنشريه، الا بغيتو ان شاء الله. المهم منين غادي نمشي نعاود نشري، غادي نمشي نوري لكم منين، هنايا في امريكا. المهم ما شاء الله راه كاين، فهمتوا البنات، راه كاين، راه كاين المحلات اللي كيبيعوه بالعبار، وكاين حتى المحلات اللي كيبيعوه بالخنشه الكبيره. المهم انا هذا شارياه غير بالعبار، ها نتوما النخاله القشره ديالتها، ها نتوما ماشي مخلط بالدقيق البيض، هذه غير النخاله بوحديتها. غادي ندير معاه واحد شويه ديال الدقيق الابيض والزرارع، باش هذاك الزريع هذوك الزرارع كيهرسوا هذاك المفعول ديال الدقيق الابيض باش كيكون صحي وما يضرنيش. غادي ندير البنات شويه ديال الدقيق الابيض غير باش يجمع ليا هاد النخاله. ممكن ديروا حتى البسيليوم او القطونه، حتى هي كنخدم بها، ولكن دابا غندير شويه ديال الدقيق هكا يا البيض، اولا الدقيق الكامل اللي تيكون ديال هذا نيت، غير انا ما بقاش عندي، درت غير هذا. وغادي نكثر النخاله باش الدقيق الابيض هذا ما يضرنيش. غادي ندير، شتي ها نتوما درت غير واحد سميتو جهد ديال كاس صغير ديال الدقيق الابيض، ايوا درت ثلاثه من هادو، ثلاثه من الدقيق هذا ديال النخاله، درت ثلاثه، نسيت حتى شويه ماشي مشكل، المهم غادي يتجمع ليا صافي. غادي نخلي شويه ديال هاد الدقيق هذا ديال النخاله باش غادي سميتو نقرص فيه هذوك المخيمرات، ها نتوما انا خلطتو مزيان صافي. غادي ندير عليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الخميره معجونه، وغادي ندير الزرارع. الزرارع البنات اي حاجه عندكم، الزنجلان، حبوب الشيا، ها هي غادي ندير واحد شويه ديال حبوب الشيا، ها نتوما غادي ندير هاد الزريعه هذه، هاد الزريعه الكحله، ها نتوما شحال ما درتو فيها مزيان، ديروا حتى الزريعه ديال القرعه حتى هي راها مزيانه باش كتعطينا مفعول في هذا الخبز، هذا فائده، وكيهرس لنا المفعول ديال الدقيق الابيض. غادي ندير شويه ديال الملحه، غير شويه بحال هكايا صافي بارك، ما كنديرش الملحه بزاف. ايوا غادي ندير الخميره، الا عندكم حتى الخميره بلديه ديروها، غير هي كتشد الوقت بزاف باش غادي يخمر لكم، انا حيت زربانه هذاك الشيء علاش صافي. وغادي نخلطو غير بالماء عادي، هانتوما درت عليه شويه ديال الماء، ما تكثروش الماء حتى تخلطوها البنات، حيت هاد الدقيق الكامل اولا هاد النخاله كتفزك وكتشرب حتى تشوفوها تجمعات ليكم. هانتوما غادي نزيد شويه بشويه باش عاوتاني ما يجينيش جاري بزاف. صافي غادي غير نخلط، لانه اصلا ما غاديش يتقر، ما غاديش يتدلك، غادي غير يتجمع بحال هكا ونخليه يخمر شويه. ها نتوما اختي شفتي، ها نتوما هكايا عاديه، شتي راه ما كتقرص ما والو، ما كتدلكش. صافي غادي نخليها بحال هكا غير ترتاح، يطلق فيها شويه الخميره باش يتنفخ، عاد غادي ناخذها ونقرصهم ونطيبهم. ها انت اختي كيف ما كتشوفي قرصتها عاديه، غير هي بحال اللي قلت لكم النخاله ما كتجمعش، ماشي بحال الطحين العادي، كنقرصها بهذاك النخاله صافي، وكنخليهم يرتاحوا شويه، عاد كنديرهم تيبداو كيطيبوا بحال هكايا. هي راه في الاول كتبان لكم قاصحه وبحال الا لاصقه، ولكن من بعد ملي كيطيبوا تقدري تحليهم من الوسط وكتعمريهم بساندويتش هكا د البيض، اولا كديريهم معاهم الزبده،
الفرماج كونفيتور اللي بغيتي، غير انت خليه حتى يبرد. ورجعت معكم كيف ما شفتوا البنات. مهم دغيا دغيا قديت داك الخبيز ديالي، هو باش غادي نفطر ان شاء الله غدا. بالنسبه للروتين البنات، اللي واحد الاخت قالت لي الروتين، شاركي معنا الروتين ديالك قبل العمل ومن بعد العمل، ان شاء الله غادي نشاركوا معكم طبيعه الحال. هكذايا تناخذوا افكار من بعضياتنا ونقدر يعني نفيد الاخوات اللي بغاو حتى هما يخرجوا يخدموا، كيفاش نتعاملوا ونتاقلموا مع الجو ومع الروتين الجديد. صافي البنات، هذا الشيء اللي كاين. ومن المواضيع البنات اللي هي مهمه بزاف اللي تطرح عليا في التعليق اليوم، ان شاء الله غادي نهضر معاكم على الارباح ديال اليوتيوب. الارباح ديال اليوتيوب البنات، اش غادي نقول لكم؟ انا ما غاديش نكذب عليكم وغادي نجيكم الصراحه. وحتى الاخت اللي كتبت لي هذاك التعليق، ها هو كاين موجود غنقراه عليكم، حتى الاخت حتى هي لاحظتها ويعني وفكرات مع راسها وبطبيعه الحال في الموضوع يعني فهماته. بلاتي ها هو عندنا الاخت اللي هي الاسم ديال الرابط ديالها ديال القناه اولا ديال الحساب في اليوتيوب هي سو سو سو، يعني اس او 3 المرات 304. قالت لي الاخت اليوتيوب اختي خلصتو ضئيله اذا، علاش تقلبي على خدمه وانت دايره اليوتيوب؟ هضري لينا على خلصه ديال اليوتيوب الشهريه باش نستافدو وشكرا. ها هو البنات الفيديو راه ما غاديش يبان مزيان، ضرب ليا الشعر في السكرين ديال البورطابل. المهم اختي اليوتيوب اختي راه انا اول حاجه ما كنتخلصش فيه شهريا. الخلاص ديال اليوتيوب اختي بالنسبه للقناه ديالتي كيف ما كتشوفوا راه فيها يلاه 8000 وشويه من المشتركين، حتى المشاهدات راه هما طايحين، يعني ماشي ما عنديش شي مشاهدات كثيره، ما كيوصلوش يعني اقل من 24 ساعه ما كيوصلوش ل 30 40 او حتى ل 90 كا، يعني 90000 مشاهده. القنوات او الفيديوهات اللي كيحصلوا على يعني على الربح طالع وربح مزيان هما هذوك الفيديوهات اللي كيطلعوا في 24 ساعه كيطلعوا يعني 100 كا 150 كا، يعني 100000 مشاهده فما فوق. هذوك اختي هما اللي كيكون عندهم الربح كثير بزاف. اما بحال بالنسبه لي انايا القناه ديالتي راها مازال طايحه، المشاهدات كيكونوا طايحين، ومع ذلك انا غير كنحط فيها وصافي، كنشارك معكم كنهضر معكم وكل شيء. اما الا جيت اختي ندي على الارباح ديال اليوتيوب راه ما غاديش ندير بهم حتى شي حاجه. الحمد لله هي القناه ديالتي مفعله غاديه وكتطلع شويه بشويه، ولكن الارباح راها ما كايناش شي ارباح اللي غادي نرتاح مع راساتي ارباح غادي نرتاح. المهم ما كايناش شي ارباح اللي غادي نجلس مرتاحه، غادي يكون عندي منها واحد المدخول ديال شهري اللي غادي نستافد منه وغادي نكون جالسه مرتاحه، يعني ما عنديش خصاص من هذه الناحيه هذه. بالنسبه للارباح اللي كيجوني على شهرين ولا على 3 شهور على حسب المشاهدات، واش طالعين بزاف اولا نازلين. خاصني نكمل 100 دولار، خاصني نكمل في هذاك الربح ديالي ديال الادسنس 100 دولار باش يلاه يصيفطوها ليا على وكتجمع ليا، ما كتجمعش ليا شهريا، يعني كتجمع على شهرين اولا حتى 3 شهور. قسما بالله العظيم البنات، انا راه كنحلف بالله سبحانه وتعالى وما تنكذبش وما عنديش علاش نكذب، هانتوما شايفين كلشي على عينيكم. واش الا كنت كندخل من هذا اليوتيوب هذا ولا من هذه القناه واحد المدخول اللي هو مريح، يعني علاش غادي نخرج نقلب انا على خدمه ونمشي نخدم ونحط ولادي في الحضانه ونمشي ونخدم ونتكرفص ونتم راجعه؟ فهمتوا البنات؟ شكون اللي كره انه يدير قناه ويدخل منها مصروف مزيان ويبقى جالس مرتاح مع راساتو؟ بطبيعه الحال كل واحد غادي يبغي فلوس يعني تدخل عليه يعني بسهله بارده، ولكن راه حتى شي حاجه ما هي سهله. حتى هذا اليوتيوب هذا كيف ما كتشوفوا كاينين الناس اللي كيربحوا منه، يعني الناس اللي كيحطوا فيديوهات كل نهار، كاين اللي كيحط حتى جوج ثلاثه ديال الفيديوهات في النهار، ياك راكم عارفين راكم شايفين هاد القنوات اشنو دايره. وكاينين القنوات اللي هي كبيره ما شاء الله، يعني اللي كتدخل حتى
نص مليون مشاهده في الشهر اولا اقل من شهر. هذوك الحمد لله غادي يكونوا يعني كيدخلوا واحد المدخول مزيان ومريح. انا يا بالنسبه ليا كان الا دخلت البنات الا دخلت ولا كانت عندي مشاهده كندخل 160 دولار. 160 دولار هي بالدرهم 1600 درهم في شهرين اولا في 3 شهور. يعني راه ما عندها ما دير ليا، شنو هي غادي دير ليا 160 دولار في شهرين ولا في 3 شهور؟ ما عندها ما دير ليا. انا راه الا مشيت تقديت غير من السوبر مارشي اللي حدايا راه الا شريت شي حاجه غير خفيفه راه كتقام عليا 100 دولار 1000 درهم. فهمتوني؟ الحمد لله دابا انا ملي غادي نمشي نخدم، شتي ملي كنمشي نخدم دابا في النهار راه كنصور 100 دولار في النهار، تقريبا 100 دولار في النهار، يعني تقريبا 1000 درهم او 900 درهم في النهار. وفين غادي تبان لي القناه انايا قدام هذا المدخول هذا ديال العمل؟ راه الا جيت نعول على اليوتيوب راه ما غادي نشد حتى شي حاجه، غنبقى نتخلص غير شهرين ولا 3 شهور عاد نبدا نتخلص 1600 درهم. واش غادي دير لي 1600 درهم هنايا في مقارنه مع المعيشه ديال تميريكان؟ حتى المعيشه دابا في المغرب راه ما غاديش تقدها 1600 درهم في شهرين. ويلي شنو هاد المدخول هذا؟ قسما بالله العظيم البنات انا ما كنكذبش عليكم وما عنديش علاش نكذب، والحمد لله هي بركه قليله، انا قانعه اللهم لك الحمد. فهمتوني؟ وانا ما محتاجاش انني يعني ندير زعما شي مجهود كبير باش نبدا نربح انايا من اليوتيوب ولا هذا. الحمد لله انا دائما بالخدمه ديالي دائما بكتافي دائما تنخدم، والحمد لله عاوتاني رجعت كنخدم، لان هادشي اللي كيخص هادشي اللي خاص الوقت. واحد التعليق البنات جاني النهار اللي كنت حطيت لكم الفيديو ديال انني غادي نرجع نخدم، واحد التعليق البنات والله غادي ملي مسحته، لانه ما يشرفنيش انه يكون عندي في القناه. سبحان الله كاينين بعض الناس ما شاء الله زعما اللهم لا حسد، وحق الله العظيم اللهم لا حسد. شوفوا البنات عرفتي شنو قالت لي في التعليق؟ ما عرفت واش ولد ولا بنت الله اعلم. المهم قالت لي وانتيا كاينه في الميريكان، انتيا مهاجره في الميريكان وخدامه وعاد عندك اليوتيوب وكتسني الدوله انها تعطيك المعاونه. انا ما عمري قلت لكم بلي رانا الدوله كتعطيني معاونه، وما عمري شديت المعاونه من الدوله وما محتاجاش ليها. فهمتوني يا اخوتي؟ انا ما عمري احتاجيت المعاونه ديال الدوله. الا جات شي حاجه من عندهم مرحبا، اللي جات زياده مرحبا، ولكن انا باش نمشيو نبدا نطلب معاونه وندير شانيل ونمشيو نخرجو نخدم راه هادشي راه ما كاينش نهائيا. انا شانيل دايرها من زمان البنات، انا راه كانت عندي قناه الاولانيه 4 سنين وهي عندي وخسرت ليا وحيدتها ودرت هاد القناه. علاش؟ راه غير بوغ لو بارطاج، رانا غير كنت بارطاجي معاكم الحاجات هكا الوصفات الخريجات واللي دابا كنعرف الناس فيها وكنتهضر معاكم وكنتوانس معاكم. جا شي مدخول منها تبارك الله اللي جات الحمد لله انا قانعه بها. انا راه هاديك 160 دولار قسما بالله العظيم الا كنخرج غير كنتسارى بها، غير كنتسارى بها، راه كتمشي ليا في نهارها ما كنشمهاش، كتمشي ليا في نهارها، لانها 160 دولار كيف والو بالنسبه للميريكان، كيف والو. كما قلت لكم رانا كنصور 100 دولار ولا 90 دولار في النهار الا خرجت نخدم دابا في المحلات هكايا في الريستو ولا في خدمه، راه كتخلصي لانك كتخدمي سوايع كثيره راه كتخلصي هذا القدر هذا هنايا. فهمتوني اخوتي؟ عاد وخا كتخلصي هذاك الثمن كاين اللي كيتخلص حتى اكثر مني وكاين اللي كيتخلص حتى اقل مني، ولكن راه واخا كيتجمع لك هذاك لاسوم في الاسبوع وكيدوز لك الماندا ديال 500 ولا 600 دولار في السيمانه راه ما كتبانش هنايا مع الظروف ديال المعيشه ديال الميريكان. والناس ديال الميريكان الله يجازيكم بخير كتبوها في التعاليق واش انا كنكذب اولا غير اولا كنهضر بالصح، لان خوتي بزاف ديال الناس وقيلة من المغرب ولا وقيلة من اوروبا تيقولوا لي وازتي فيه واش منيتك تتهضري بحال هكايا المعيشه هنايا ولا المغرب ولا راه المغرب راه واخا فيه التعب واخا فيه الخدمه واخا فيه كلشي راه هنا قسما بالله العظيم الا كثر راه كثر هنايا.
اوروبا الله اعلم بها كي دايره، حيت السيده قالتها لي اليوم في التعليقات ليا منيتك انا في اوروبا وحنا الحمد لله مرتاحين ماديا. نتوما اختي راه يمكن اوروبا راه عندكم معاونات، راه الناس راه كيعاونوكم خصوصا الا كنتو والدين ثلاثه ديال الدراري. انا هادشي اللي كنسمع وكنعرف ناس كيخلصوهم واخا عندهم ثلاثه ديال الدراري وكيتخلصوا واخا تيكونوا بخير عليهم وكيتخلصوا مزيان وخدامين. هنا راه هادشي في امريكا ما كاينش، فهمتوني اخوتي ما كاينش. والظروف كتختلف من ولايه لولايه، ما كنجمعش كلشي. حنا هنايا عندنا فلوريدا ما كيعاونوش الناس كاملين، تيعاونوا غير الناس اللي عندهم لينكام هابط، اللي الراجل ما خدامش مزيان اولا الراجل تيخدم في الكاش، يعني تتخلص بالكاش. ولكن هاد الناس اللي كيتخلصوا بالكاش راه ما يقدروا يديروا حتى شي حاجه، راه كريدي ما يعطيوش ليهم، راه تبغي تمشي تشري شي حاجه كريدي ما يعطيوهاش لك، راه التقاعد ديالك ما تشديهش في الاخر ديال حياتك. فهموني اخوتي الله يجازيكم بخير. انا كنت كنتخلص مثل من هاد القناه ما نخرجش اختي كاع نخدم، انايا ما نخرجش نخدم جالسه اختي في الدار ونبقى ديما طالقه لي غير هاد الكاميرا، نبقى جالسه وتنهضر معاكم وتنحاجي معاكم وتنتعاود معاكم ونطيب ونصور لكم ونخرج ونصور لكم. فهمتوني اخوتي، انا الا صورت من هاد القناه لحد الان 160 دولار في شهرين ولا في 3 شهور، وقسما بالله العلي العظيم وربي شاهد عليا والحمد لله الحمد لله عليها، وما كندير حتى شي حاجه خايبه وما كندير حتى شي حاجه ديال الحرام. كنصور وصفات كندير معكم هكا فيديوهات وتنهضر معكم. هادوك اللي كيدخلوا الفلوس ديال الحرام ولا هذا، هادوك راه الله يعاونهم، راه كيديروا محتوى اللي تيكون خايب. فهمتوني اخوتي؟ اما الا كنت كنتخلص من الفلوس ديال الادسنس اللي هو كاين في الميريكان، راه كلشي كيعيش في الميريكان، راه كلشي كيدخل الفلوس ديال الميريكان، راه العمله. نتمنى تكونوا فهمتوني اخوتي، نتمنى تكونوا فهمتوني. اما الاخت اللي قالت لي على انت خدامه ودايره اليوتيوب وكتسنى المعاونه من الدوله، ما كنتسناش المعاونه من الدوله، انا الحمد لله بكتافي واللهم لك الحمد، راجلي خدام اللهم لك الحمد الله يعطيه صحيحته، وحتى انا خدامه الحمد لله الله يخلي لي صحيحتي واللهم لك الحمد. شينا دويرتنا، راجلي اللي شاري الدار لينا، شاري دويره لوليداتو فين نستقروا. انا ما دايره حتى شي حاجه من المعاونه ديال الدوله، لان اصلا فهموا هذه القضيه، واحد القضيه مهمه، اصلا اللي كيطلب المعاونه ديال الدوله وكيعطيوها ليه كيبقى دائما متابع بها، دائما تبقى متابع بها، كيحسبوها عليه في الطاكس ودائما متابع بها. اللهم بلاش اختي انايا من هاد المعاونه، اللهم لك الحمد، نمشي نخرج اختي نمشي نصور اكثر منها. فنتمنى اخوتي تكونوا فهمتوني وفهمتوا القصد ديالي من الكلام، وهذا الفيديو بغيتكم تفرجوا فيه كامل، ماشي غير تجيو وتكتبوا تعليق وانتم ما مكملينش الفيديو. الا تفرجوا فيه كامل غادي تفهموني اشنو قلت، وغادي تعرفوني باللي رانا هضرت على شي حاجه اللي هي كاينه. انا راه ماشي كنكذب، راه هادشي اللي تنقول راه شي حاجه اللي هي كاينه وحنا عايشينها، انا ما عندي علاش نكذب كيف ما قلت لكم. فاللي بغات دير حظها مع اليوتيوب، تدير قناه ما فيها حتى شي باس، دير قناه كما قلت لكم هذيك النهاريات درت معكم لايف، دير قناه دير محتوى زوين وتخدم عليها، وكنتمنى انها يعني تمشي فيها يعني بعيد وتكبر ليها القناه. وراه كي شحال ما كبرت القناه راه تيكون مدخول مزيان، نقول لكم الصراحه، لان كاين بزاف ديال القنوات يعني طالعين اللهم لك الحمد وداروا منها لاباس. وكنظن ان اليوتيوب في المغرب راه يمكن ناجح على هنايا، لان هنا تيحسبوا عليك التاكس، تيقطعوا لك التاكس بزاف من الفلوس اللي كيدخلوك. فهمتوني؟ حتى في المغرب واقيلا ولاو كيحيدوا التاكس، ولكن كنظن بلي راه تياخذوا قله شي حاجه غير قليله، ماشي بحال هنايا يعني كيضربونا حتى كننقزوا في الطاكس. فهمتوا اخوتي؟ يعني ما الى جاتك بحال دابا نيت 100 دولار ديال الربح، راه كيحيدوا لك تقريبا شي 30 ولا 40 دولار كلها ديال الطاكس. المهم نتمنى ان شاء الله تكونوا يعني فهمتوني، وان شاء الله كاين مواضيع كثيره، انا بزاف ديال التساؤلات كيطرحوا، وان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. سمحوا لي بزاف طولت عليكم هذا الفيديو، وشكرا لكم بزاف على اللي خطيتكم عليا، وبسلامه عليكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو واحد اخر. يلا مع السلامه.